بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدانا على النبي صلي ان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. السلام عليكم حبيبنا، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عندنا كوسه هنعملها محشيه عندي. كانت اللحمه اللي انتم شايفينها دي كانت عندي، كانت متعصجه، كنت بايت اكل عاملاه وديت اللحمه دي كانت متعصجه عندي يعني بالفلفل والحاجات يعني ايه متجهزه يعني ماشي. فايه قلت ايه نعمل عشاء، نتعشى ايه نتعشى ايه. فجبت كيلو وربع كوسه كده، اكله بسيطه وخفيفه كده على المشي. اهي الكوسه ايتي غسلتها وقورتها ماشي، وايه ان شاء الله كده. وعليها كام بتنجانيه كده ايه هعملهم ايه محشي كده يعني عشوة كده بسيطة وخفيفة كده ان شاء الله زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. اكلة بسيطة والله واقتصادية، حطينا فيها حبة اللحمة المتعصجين وكده ويلا حاجة ايه على قد الايد كده يعني. وربنا المستعان معنا ومعكم، ومن توكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. كده ايه ونعملها ان شاء الله كده ايه عشوة كده خفيفة كده وبسيطة يعني على قد الايد ماشي. انا قورت الكوسة مع البتنجان اهو زي ما انتوا شايفين. وادي هنا بصلاية برضو ايه زودت تاني بصلاية، حبة خضرة، وطيتين قطعتهم مكعبات كده زي ما انتوا شايفين برضو. ده توابل، حبة بودرة زعفران، كمون وكزبرة وملح زي ما انتوا شايفين كده. وكله ايه هحطه ايه على بعضيه ماشي. هنا الفلفل البتاع ده قصدي الكوسه والبتنجان اهو زي ما انتوا شايفين اهو. والله عشوه طعمها حلو واكله حلوه وسهله وبسيطه ومش مكلفه يعني، حاجه حلوه يعني من الاخر يعني. زي ما انتوا شايفين احط الرز كده واقلبه كله، احط ايه حبة اللحمة اللي هم المتعصجين دول وايه كله ايه احطه ايه اضربه كله ايه بعضه كده زي ما انتوا شايفين اهو كده. بركة ربنا سبحانه وتعالى وبركة صلاة النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه وصحبه وسلم. ما تنسوش يا جماعة الاشتراكات وما تنسوش اللايكات، ربنا ييسر لكم الامور، الدليل على الخير كفاله، وربنا المستعان معنا ومعكم ومع الجميع. وكده الشيها بص احشي كده زي ما انتوا شايفين اهو، بيبقى الكوسه سهل والبتنجان كده ان انا ماسكه التليفون بيدي وممكن احشي باليد الثانيه عادي يعني ماشي. بس طبعا ايه مش هيبقى برضو ايه، لازم اعمل باليد الثانيه كده عشان كله ايه احشي كله حلو كده يعني. بركة ربنا سبحانه وتعالى. كده خلصت كده عويتي محشي اهو زي ما انتوا شايفين كده. وده البتنجان اللي هخلله، بص ايه حطيته يستوي معاه من كده، حطيته على الصينيه كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده، هحطه ايه يستوي كده من فوق على الصينيه، بدل ما احطه لوحده ولا احطه احمره، لا هو يستوي كده مع المحشي كده على الصينيه من فوق، واطلعه بقى اخلله. وده حبه الرز اللي فاضي هسويهم ايه لوحدهم كده للاطفال الصغيرين الاحفاد يعني ماشي. زي ما انتوا شايفين كده حط لهم حبه ميه ما عندي شوربه ولا حاجه، هي اكله خفيفه خفيفه يعني من الاخر يعني. وهنا احط بردك ايه ميه على الكوسه كده والبتنجان زي ما انتوا شايفين. والله ميه من الحنفيه والله، واكل طعمها ما اقولكوش، طعمها تحفه، طعمها من الاخر والله بجد يعني. واكله بسيطه واقتصاديه وسهله ومش مكلفه والله، ولا يعني الحمد لله وربنا المستعان معانا ومعاكم. وما تنسوش بالله عليكم تنسوش اللايكات ولا الاشتراكات، او لو اول مره تشوفونا وربنا يسر حالنا وحالكم وحال الجميع، وربنا المستعان معانا ومعاكم. وشوفوا المحشي عامل ازاي من جوه زي الكهرمان بالظبط، شوفوا عامل ازاي يلا نشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.